السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا لتويتر، رح نعمل لوجن لتويتر. لوجن لتويتر أيضا مثل الفيسبوك يحتاج إلى أشياء اللي هو الـ API key والـ API secret. هنعمل هنا enable، يحتاج هالمعلومات وأيضا الـ auth handler. فنكتب هنا تويتر It's what's happening. خلينا نشوف الآن. دخلنا الحساب اللي هو محمد عيسى. طبعا تويتر أيضا عند الديفلوبر، فنحتاج إلى حساب الديفلوبر في تصور الحساب الديفلوبر هو apps تويتر. لاحظ https apps.twitter.com اللي هو تويتر application management. نضغط عليها، هذا هو حساب الديفلوبر بلي جماعة التويتر apps.twitter. بتاع في قلب البتاعة. نجي هنا نلاحظ عندي طبعا عندي applications اللي هو student book، وعندي الكود فور بصر. اوكي نجرب create a new app. يمكن عندنا مشكلة بالاسم اللي هو ionic محمد. description كان هذا الويب سايت، راح نخليه http لكن محمد عيسى دوت كوم. خلينا نشوف، بلكي يمكن هذا هو المشكلة اللي ماسكها علينا. خلينا نشوف. yes create. حلو، هنجي على السيتينجز. في السيتينجز راح نلاحظ انه موجود عندنا السيتينجز المفروض هنا يكون الكيز اند اكسس توكنز. الكيز والاكسس توكنز احنا نحتاجها. هذا هو الكي كوبي، هذا اللي هو كونسيومر كي اي بي اي، هذا نضعه هنا. وايضا عندنا هذا هو الاب اي بي اي سيكريت اللي هو كونسيومر سيكريت. سيف، مفروض انه كل شيء تمام. الان عندنا اوكي، الان عندنا التويتر ايضا متفعل، تم تفعيله. اذا نحتاج انه نعمل تويتر. طبعا هنا احنا عندنا اللوجن وذ تويتر كوبي، نجي على اوكي بهذا الشكل انتر، نفس الفكره بس مجرد هنا أنا بدل الجوجل اوث راح يكون تويتر. سيف، ما عندنا شيء آخر نضيفه. لو نجي على هنا أنا. أوكي نجي نعمل هنا لوج أوت. لو نجي على البيرسون، لاحظ بيسأل من عندنا تسجيل دخول. لو نجي على التويتر خلونا نجرب، هذا هو البوب أب اللي كنا كاتبينه. يطلب authorized. أوكي authorized ولا يهمك، راح يرجع مرة أخرى للتطبيق. بعد رجوع للتطبيق نلاحظ انه اعطانا ايضا اشياء من اليوزر هذا. لو فتحنا نلاحظ انه هذا من الفاير بيس ايونيك، هذا هو اسم التطبيق اللي احنا بنستخدمه في هذه الدوره. نلاحظ هنا عندنا النمبر، عندنا الفوتو، طبعا النمبر لا يظهر، عندنا الفوتو يو ار ال، هذه مجموعه معلومات انفورميشنز تخص الشخص، الديسبلاي نيم، الايميل فولس لا يعطيك الايميل وفقط يعطيك النيم، يعطيك ال يعطيك الفوتو يو ار ال، لكن الايميل لا. حركة حلوة، تويتر يعتبر انه نوع من التدخل الشخصي فلذلك لا يعطيك اياه. اذا عندنا لوجن عن طريق الفيسبوك، عن طريق الجوجل، عن طريق التويتر، عن طريق الايميل، تقدر تعمل ريجستر، تقدر تعمل لوج اوت، تقدر تعمل بلاوي اللي انت تريده. تمام، فعندنا مجموعة اوبشنز نلاحظ. طبعا كل واحد من هذولا انت ممكن هنا تعمل redirect. يعني لاحظ مثل هذا redirect copy مثلا هذا login with facebook، صح؟ اذا كانت صحيحة اذا اعمل لنا redirect. تمام، لكن redirect لمن؟ للهوم على سبيل المثال، صح؟ فهنا اذا اجي على الكونتاكت اتصور الهوم موجودة،
لا غير موجود. فممكن في ال نعم احنا طالبين لوجين بيج صح. ففي الكونتاكت مجرد انه اضيف هوم بيج اللي هو موجود في الهوم. هوم اخذ هذا الهوم بيج انزل للاسفل الى هوم بيج صح، انه يعمل لي نافيجيشن الى الهوم بيج. في الجوجل كذلك يعمل لي نافيجيشن للهوم بيج، للتويتر كذلك يعمل لي نافيجيشن للهوم بيج. خلينا نعمل هنا سيف ونجي نجرب مرة أخرى نشوف النتائج. هنا يعمل بيلد، ننتظر يكمل التطبيق. اوكي طيب نرجع لي اللوج اوت. اوكي اللوج اوت، طبعا اللوج اوت ايضا تقدر تعمل له نافيجيشن للوج اوت. لاحظ هنا عندنا هذا اللوج اوت تمام. لاحظ ممكن انه ناخذه الى صفحه اللوجن تمام، بعد ما يعمل ساين اوت ياخذه لصفحه اللوجن. خلينا نشوف اذا جينا هنا عملنا لوج اوت، لاحظ بياخذك لصفحه اللوجن. فممكن يمكن على مود الجيميل يقصد. خلينا نشوف هنا لا يكون عندنا ايرور كلاود فاير. اوكي كلاود فاير بيس نيكست. اوكي دخل عندنا، لاحظ عمل لك ريدايركت اوتوماتيكيا على الداتابيس. نعمل هنا لوج اوت. الان لو جينا على تويتر خلينا نشوف تويتر هل هو نفس المشكله يعاني. اوكي هذا هو التويتر، اصور غير حساب لانه انا استخدم هوت ميل في التويتر، لن يعاني من هذه المشكله. لاحظ